الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته ولا نعيم إلا في قربه ولا حياة إلا في رضاه سبحانه قال عن نفسه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء قال عن نفسه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال عن نفسه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم أتم علينا نعمته وأكمل لنا دينه ورضي لنا الإسلام دينا قال عز من قائل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فاللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد ربنا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا وقدوتنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد يا رسول الله أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجلوت الظلمة وجاهدت في الله أفضل جهاد حتى أتاك اليقين اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين ورحم الله من قال أغر صلى الله عليه وسلم أغر عليه للنبوة خاتم من الله يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الإخوة الأكارم أيتها الأخوات الكريمات
ما أطيب العيش مع كتاب الله تعالى يا أخي، وما أطيب العيش مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتعلم عن سيرته بأبيه وأمي صلوات الله وتسليماته عليه. نعيش اليوم مع هل تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تحن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كما حن جذع النخلة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بداية يا إخوة، افتحوا قلوبكم وعقولكم وشنفوا أسماعكم بآيات بينات من كتاب الله تعالى امتدح الله عز وجل بها المسلمون. قال الله بعد أن توحدوا الله لا إله إلا الله وتعطروا ألسنتكم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ذكر الأمة الإسلامية هنا، صلوا على خير البرية. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الله على جلال كلام الله. هذه الآيات في أمة نبي الله صلى الله عليه وسلم، هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى لنا جميعا يا أمة الإسلام. الله تعالى قال: إن الذين يتلون كتاب الله، أصحاب القرآن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الله، أهل الله وخاصته. قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما للصحابة: إن لله أهلين، إن لله أهلين. قال: ومن هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فالله تعالى يبشر عباده فيقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، لأنها مع العزيز الغفور سبحانه وتعالى ليزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ثم يقسم الله تعالى أمة الإسلام إلى ثلاثة أقسام: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. نحن أمة مصطفاة لأننا أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله: ثم أورثنا الكتاب، أي القرآن الكريم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه بالذنوب والمعاصي ومنهم مقتصد ذنوبه على قد حسناته مساوية بعضيها ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. الثلاثة ماذا قال الله عنهم؟
جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. All this due to Allah subhanahu wa ta'ala. We praise him, we seek his help, we seek his forgiveness. And I bear witness, there is none worthy of worship but Allah subhanahu wa ta'ala Almighty. And I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the last and final messenger of Allah azza wa ta'ala. My dearest and respected brother and sister, Allah subhanahu wa ta'ala give us as a ummah of Islam glad tidings in the Quran. This is only for you as a Muslim. Allah ta'ala mentioned our characters. When Allah ta'ala said, indeed, those who read Quran and will perform their salah on time and they will give donation fi sabil Allah, they are seeking business with Allah Azza wa Jal, will never lose. Allah Ta'ala will give them the reward in dunya and akhirah. Because Allah Subhanahu wa Ta'ala is appreciated for whatever they done in their life. And Allah Ta'ala talk about the ummah of Muhammad alayhi salatu wa salam, the ummah of Islam. When Allah Ta'ala said, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. And we made the ummah had been chosen from Allah subhanahu wa ta'ala to inherit the book of Allah, Al-Quran al-Kareem. And among them people will wrong doing. And people will be, their hasanat and sayyat will be equal. And among them will be people, they will be doing a good deeds in high rank with Allah subhanahu wa ta'ala by the help and the permission of Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala mentioned the three types of Ummat Muhammad. The people, they will do wrong deeds and they will repent to Allah. And the people, the hasanat and sayyat are equal. And the people, they will do good with Allah Azza wa Jalla. Allah mentioned all of them. جنات عدن يدخلونها. All of them will go to Jannah. All of them. It's karama for Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So when you read the Quran, you have to listen and to think about what Allah is telling you. Allah talking about us, Almighty. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. And we choose those people to be the inherited for the book of Allah subhanahu wa ta'ala. And among them, wrongdoing. And among them, people are equal in their good and bad. And among them, people will be in high rank because they do good deeds to Allah subhanahu wa ta'ala. And all of them, the three types of Ummat Muhammad alayhi salatu wasalam, Allah mentioned them. They will be in Jannah, Jannah Adn. May I ask you questions? Did you ever think why? Why this happened to us? The simple answer, just because of the barakah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Because we are the Ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Allah Ta'ala choose us. May Allah Ta'ala strengthen our iman. May Allah subhanahu wa ta'ala take our souls in a good way. Allahumma ameen. Nas'al Allah Ta'ala husna al-khatima. Allahumma ameen ya Rabbil Alameen. So today, this was like introduction to what I want to tell you today. There is one hadith in many books of al-hadith and many narrations for this hadith talking about piece of rock or piece of trees. They missed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and they cried till even Sahaba heard it crying.
Because Rasulullah صلى الله عليه وسلم will not be with it no more. And this hadith narrated in Bukhari Muslim, Abu Dawood and Nisa'i, many book of Sunnah narrated this hadith. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. Imagine, let us read the hadith and think about it. عن جابر رضي الله عنهما قال كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مصفوفا بعصب النخل وكان جذور النخل في المسجد وكان هناك جذر يستند عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يخطب فلما صنع له منبر سمع لهذا الجذع بكاء كبكاء العشار والعشار هي الناقة التي فقدت وليدها تصدر صوتا لحزنها على فقدها ولدها فما سكت هذا الجزء حتى جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه حتى سكت في رواية أخرى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة فقال رجل من الأنصار أو امرأة من الأنصار شك من الراوي يا رسول الله ألا نصنع لك منبرا فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت فصنع المنبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كانت الجمعة صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ليعطي خطبته فإذا بهذا الجزع يخور أي يصدر أصواتا ويبكي كبكاء الصبي الذي فقد أمه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره واحتضن الجذع حتى سمعنا صوته كصوت طفل حين يسكت هكذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما روى جابر جذع يحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه سيد التابعين يقول يا عباد الله ألا تستحون يا عباد الله ألا تستحون جذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا تشتقون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام جذع جماد يحن ويبكي لأنه لم يعد يسند عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقي خطبته المباركة بكى الجذع لما قد فارقه من الذكر وتلاوة القرآن من فم النبي الطاهر صلى الله عليه وسلم فكيف بنا يا أمة الإسلام والذي أنقذنا الله عز وجل به من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي علمنا كل جليلة وكل كريمة في حياتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا قيمة لنا إلا بهذا الدين الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل حقيقة هل تشتاق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الدليل إذا كنت تشتاق إليه خبرني بالله عليك كم هي صلاتك وسلامك على رسول الله عليه الصلاة والسلام في اليوم والليلة خبرني بالله عليك أين أنت من كتاب من قراءة الكتاب الذي أنزل على قلبه الطاهر صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه والذي أوحينا إليك من الكتاب أي القرآن الكريم هو الحق مصدقا لما بين يديه
إن الله بعباده لخبير بصير. خبرني بالله عليك، إذا كنت حقيقة تشتاق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كم تدري عن سيرته؟ كم كتابا قرأت عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم درسا سمعت يتحدث عن شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وعن أخلاق حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ ورحم الله من قال: وإذا رحمت فأنت أم أو أب. هذان في الدنيا هم الرحماء، وإذا غضبت فغضبة بالحق لا شحن ولا ضغناء، وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا أعطيت العهد وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة وفاء. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من زكاه الله تعالى فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، أو كما قال: ادعوا الله أنتم مقنا بذلك. وقدوتنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، my dearest and respected brother and sister. When the book of hadith narrated that the hadith of Rasulullah عليه الصلاة والسلام, when the palm trees, the trunk of palm trees, missed Rasulullah صلى الله عليه وسلم and cried out because Rasulullah عليه الصلاة والسلام will not give a speech no more. The hadith narrated in many books of Sunnah, in authentic books, an authentic hadith narrated by Jabir رضي الله عنه وأرضاه وأنس and many of Sahaba. They said the masjid of Rasulullah صلى الله عليه وسلم used to be the roof of it from the palm trees, and the trunk of the palm trees was filled in the masjid, many of it in the masjid of Rasulullah صلى الله عليه وسلم, and one of it Rasulullah عليه الصلاة والسلام used to stand in it while he gave a speech. So a lady from Al-Ansar or a man from Al-Ansar, Jabir, he hesitated, he didn't remember as a man or a woman. They talk to Rasulullah صلى الله عليه وسلم, يا رسول الله, shall we do a pulpit for you, a member for you? Rasulullah صلى الله عليه وسلم said, if you wish, إن شئتم. So they made a member for Rasulullah صلى الله عليه وسلم. And second جمعة when Rasulullah عليه الصلاة والسلام was given جمعة speech, like what we are doing now. When he was in the member, all Sahaba heard this, the trunk of palm trees crying like a baby. Or another narration, crying like the she camel when she lost her own baby, crying with shaking. So Rasulullah صلى الله عليه وسلم went to it and he put his blessing hand on it. And Sahaba said, we used to hear the sound of it like the small baby when you need to make him stop crying. Imagine the trunk of palm trees
crying because رسول الله صلى الله عليه وسلم will not be next to it no more. He will be in his member. الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه. And please go search it. It's authentic hadith in many book of al-hadith. الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه said, shame on the Muslim ummah. If this is the situation of a plant, a trunk of palm tree, crying out because they missed Rasulullah صلى الله عليه وسلم. What about the ummah of Muhammad صلى الله عليه وسلم? We have no value without Rasulullah صلى الله عليه وسلم. The one Allah Ta'ala takes us from the darkness to the light because of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Allah Ta'ala said, يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب يعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم بإذنه إلى طريق المستقيم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وان الله تعالى guide all of us because the mark of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. So the question is, and be honest with yourself, are you really missing Rasulullah صلى الله عليه وسلم? So how many times you sing Salah and Salam upon him in your prayer? Are you really missing Rasulullah صلى الله عليه وسلم? What about if Allah Ta'ala send Rasulullah alayhi salatu wasalam now to us? What do you think Rasulullah alayhi salatu wasalam will feel with you? He will be happy with you? So if we are really missing Rasulullah and we say with our tongue, we love you, ya Rasulullah alayhi salatu wasalam, we have to do our job. He alayhi salatu wasalam told us in the authentic hadith, whoever will say salah and salam on me once, Allah will make salah and salam on him 10 times. And whoever will make salah and salam on me 10 times, Allah will make salah and salam upon him 100 times. And everyone will say assalamu alaykum Rasulullah or sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala will send the angel to Rasulullah عليه الصلاة والسلام to tell him with our names. And he عليه الصلاة والسلام one day he was sitting with Sahaba. He said, do you know who is that cheap person, the stingy one, and bakhil? Sahaba. Rasulullah عليه الصلاة والسلام يجلس ذات يوم مع الصحابة فيقول أتدرون من البخيل؟ فقال الله ورسوله أعلم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه. اللهم صل وسلم عليك يا سيدي رسول الله. رسول الله عليه الصلاة والسلام one day was sitting with his companions, the best people after رسول الله عليه الصلاة والسلام, and he asked them, what do you know about that cheap person, the stingy one? He said, we don't know who's the cheap one, who's the stingy one. He said صلى الله عليه وسلم, that stingy one, the one who will hear my name, I will not say صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. My dearest and respected brothers and sisters, salah and salam upon Rasulullah عليه الصلاة والسلام is a fard. It's a fard from Allah. It's obligation from Allah Ta'ala. Allah Ta'ala said, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Allah Ta'ala order us in the Quran Kareem with everything good. Even he ordered us to make salah and salam upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. When Allah Ta'ala said, إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. اللهم صلِّ وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلِّ وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. ليس بحاجة إلى صلاتنا. He's not in need for our salah and salam with him, but we need him.
in need for that. Allah Ta'ala and His angels make salah and salam upon him. And some people will pass by days, never even say sallallahu alayhi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And we are saying we are the ummah of Muhammad alayhi salatu wa salam. My dears and respected brothers, again, do not let the trunk of palm trees to be smarter than you. The trunk of palm trees cry out because he missed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. What about you? Do you really miss Rasulullah alayhi salatu wa sallam? If you do, please remember to send salah and salam upon him. Please remember to read the Quran Allah revealed to him. Please try to act as Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك مرة جميلة. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك مرة جميلة. اللهم قو إيماننا. اللهم قو إيماننا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أدرك أمة نبيك محمدا. اللهم أدرك أمة نبيك محمدا. اللهم كل المسلمين المستضعفين في غزة يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين المستضعفين في السودان. اللهم كل المسلمين المستضعفين في اليمن. اللهم كل المسلمين المستضعفين في لبنان. اللهم كل المسلمين المستضعفين في العراق. اللهم كل المسلمين المستضعفين في سوريا. وكل المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منه يا رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين.